إذن عن حالة التجاذب بين شركاء العملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات، انضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش. شيخ فايز، مرحبا بكم. كما تعرفون، رغم إجراء الانتخابات المبكرة، لكن التوتر لا يزال بين شركاء العملية السياسية يفرض نفسه على الشارع العراقي. لكن سؤالي هنا، كيف تنظر لهذه التوترات وإنزال الميليشيات عناصرها للشارع رافضة للنتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لكم وإلى الشعب العراقي الرافض لهذه الانتخابات والذي عزف عن هذه الانتخابات، ومما أكد عزوفه بأن لا قيمة إلى فتاوى المرجعيات أو المعممين الذين ساندوا أو دعوا أو طبلوا إلى الخروج للانتخابات بكثافة. ثانيا، فيما يخص سؤالك، منذ 18 عام الشعب العراقي ينتظر التغيير، أو قد يكون البعض منه غافل عما يجري بالعراق، ولكن الآن هذه الانتخابات والعزوف الهائل والكبير في هذه الانتخابات أكد برسائل عديدة. أول الرسائل إلى الداخل وإلى هذه قادة الميليشيات وميليشيات من الأحزاب الطائفية وإلى إيران وإلى المعممين من رجال الدين بأنكم أصبحتم مرفوضين لدى الشعب العراقي الشاعر والعازف عن هذه الانتخابات. وثانيا، الرسالة إلى المجتمع الدولي وإلى العرب المساندين لهذه العملية السياسية، والتي دعموا هذه العملية السياسية منذ 2003، بأنكم كفى ويجب الوقوف مع الشعب العراقي، ويجب الاعتراف بأخطائكم عندما جئتم بهؤلاء المجموعة من الأحزاب الطائفيين والمتخندقين بالطائفية والحاملين الفكر العقائدي لكي يفتتوا أبناء هذا الشعب ويفتت العراق. في هذا الإطار على الشعب العراقي، الشيخ فايز، هذا التحرك الذي تدفع الميليشيات باتجاهه من خلال إنزال عناصرها للشوارع وهي ترفض نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العراق مؤخرا، لكن هذه المسرحية هل تنطلي على الشعب العراقي؟ هل يصور الحالة الحقيقية للنتائج والعملية السياسية برمتها؟ العراق الآن وعى وعي كامل، وبالتأكيد النقاط التي أذكرها هي التي تثبت للشعب العراقي بأنه هذه الميليشيات أو هذه الأحزاب لم يبقى لديها إلا الانتشار في الشارع كمسلحين، ومثلما قال أبو تراب أو أبو فتن، من يريد السلطة يأتي عبر هذه البندقية، وهذا تهديد واضح ومحاولة ترهيب لأبناء الشعب العراقي ومحاولة ترهيب لبعض الشركاء من أجل القبول بتغيير الانتخابات، حيث أن الانتخابات أيدتها المفوضية عندما قالت 20%، وعندما وصل قاآن إلى العراق غيرت النتائج وقالت 41%، ونفس المفوضية من نفس الأحزاب، وها الآن الميليشيات ترفض حتى قرارات المفوضية اللي هي شريكهم بالعملية السياسية واللي هي محاصصة من قبل الأحزاب وهذه الميليشيات. نزول الميليشيات للشوارع بهذا الأسلوب، هل تراه يعكس الرفض الإيراني للنتائج؟ هل يعني أخذت توكيلا من إيران بالنزول إلى الشوارع الشيخ فايز؟ نعم شيخ فايز، هذا الحراك الميليشياوي بالنزول إلى الشوارع وهي ترفض الانتخابات الأخيرة المبكرة في العراق، هل تراه أنه يعكس الرفض الإيراني للنتائج؟ بكل تأكيد الرفض الإيراني واضح، وما يثبت ذلك مجيء قائد إلى العراق واجتماعي بقادة هذه الفصائل وبهذه الأحزاب، يؤكد بأن التوجيهات الآن بانتشار هؤلاء المسلحين وهؤلاء الميليشيات في الشوارع هو بتوجيه إيران صرف 100%، وبالتالي الآن أصبح الشارع العراقي ورقة مخيفة ضد هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، مما حصل الآن يعتبر هو الثائر وهو الحاضنة لنفسه، وبالتالي لم يحصل هذه الشعب العراقي
على هذه النتيجة في السنوات السابقة، والآن حصل على نتيجة 100%. هو الحاضر وهو السائر، وقد يكون في المستقبل أو المراحل القادمة سيلجأ إلى مراحل أخرى من التصعيد عبر المظاهرات وعبر الاستنكار والشجب وعبر الأسياد المدني. وبالتالي أنا متأكد ستزول هذه الطبقة السياسية على أيدي ثوارنا وعلى أيدي الأحرار من أبناء الشعب العراقي. المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاووش، شكرا جزيلا لكم.